أنا محمد سالم الزيدني السعودي، صاحب فكرة مضخة المياه ذاتية الدفع واللي بتعمل بدون كهرباء بدون طاقة شمسية، والحاصل عبارة اختراع قدمتها عن طريق مكتب الأوروبي عن طريق المنظمة الملكية الفكرية الوايبو، والموجودة في جنيف في سويسرا. طبعا هذا الاختراع الحمد لله قدمته أنه أنا يخدم الناس، يخدم جميع شرائح المجتمع. طبعا المضخة هاي مضخة ذاتية الدفع بدون أي طاقة بديلة، بدون أي مراوح، بدون أي توربينات، وبنفس الوقت تشتغل بجميع المنشآت، طبعا مباني، مستشفيات، مزارع، مصانع، في أي مبنى أو أي منشأة بتستخدم. طبعا تشتغل على مدار 24 ساعة لمدار 365 يوم بدون توقف أو أي عطال. طبعا تعطي في الدفع الوحدي لكل ثانية، لكل سنتي واحد متر طولي في الثانية. طبعا هي بديل عن منظم كهربائي الصنع، وبديل عن مضخة كهربائية، وصديقة للبيئة، وبتعمل نقلة نوعية وثورة مائية، بتفتح مجالات وفرص للعمل. طبعا الحمد لله أخذتها على مستوى العالم. طبعا هذا الخط المغذي للمضخة، بفوت المضخة دام وصل المضخة مياه كخط رئيسي ومغذي، تفعل حالها عن طريق حركة ديناميكية، ونفس هاي المضخة تطلع من المخرج من هان بقوة دفع، وبنفس الوقت بتعمل نسبة هدر فيها 0% بدون أي هدر، وبنفس الوقت بدون أي جهد لأي طاقة. أضع من خلال كاميرا التلفزيون الأردني هذا الاختراع بين أيدي أصحاب القرار ليعمل نقلة نوعية وثورة مائية، كونه أنه في كثير مستوى العالم في شح للمياه، وأنها طاقة مستدامة وصديقة للبيئة.